هذه التلاوة العطرة. أما الآن نبدأ منتدى سماحة الشيخ علي سلمان الأسبوعي. على مر السنين لم يزدد إلا نشاطا وعطاء، وكأن الأيام أنطقت حرفه وأنضجت أفكاره ورؤاه على نار التجارب والأحداث التي عاصرها بعين مبدع. فانطلقت أحرفه لتشاركنا وتشاركه أحاسيسه وأفكاره. يسعدنا كثيرا أن يشاركنا في منتدى سماحة الشيخ علي سلمان أمين عام جمعية الوفاق الوطنية الإسلامية تحت عنوان الساحة الأدبية في البحرين، أين هي وماذا تحتاج؟ فأهلا وسهلا بكم وبه. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين الغر الميامين. ويسعدني أن أشكر لهذا المنتدى الكريم الأسبوعي العامر باسم شخصية كبيرة، هي شخصية حاضرة بيننا دائما برغم تغييبها، فهو الحاضر الغائب في قلوبنا وفي قلوب هذا الشعب وقلوب الجميع، أبي مجتبى. سائلين الله تعالى أن يفرج عنه وأن ترى البحرين إن شاء الله الأيام الجميلة التي لم تعشها بعد. طبعا في هذه المقدمة السريعة، أنا أعتقد قبل أن ننطلق لشعار الحلقة الليلة، حلقة المنتدى الليلة حول الساحة الأدبية وماذا تحتاج، علينا أن نعرف ماذا نقصد بالساحة الأدبية، عن أي ساحة نتحدث، لأن من الواضح نحن لا نستطيع أن نتحدث عما نريد قبل أن نعرف أنفسنا من نحن. إذا عرفنا من نحن وعرفنا ماذا نريد سنعرف عندها ماذا نحتاج. لنتخيل الساحة الأدبية هذه مثل غابة متشابكة فيها الأغصان، فيها العديد من الأشجار. يعني ماذا نقصد بالساحة الأدبية تحديدا؟ وكأننا ندخل هذه الغابة أو هذه الحديقة التي فيها العديد من الأشجار على اختلاف أنواعها وعلى اختلاف أشكالها وعلى اختلاف أحجامها وعلى اختلاف قصائصها. فالساحة الأدبية إذا صنفناها حسب الكتابة، حسب النوعية، فهناك الشعر، وهو طبعا الطابع الأغلب لمجتمعنا البحريني والبحراني تحديدا بين هلالين، وهناك الرواية، وهناك القصة، وهناك النوع الجديد من القصة الآن الذي يسمى القصة القصيرة جدا أو قاف قاف جيم، وهذا أيضا الناس يعتبرونه جزء من القصة، وناس يعتبرونه لا، هو أيضا جنس جديد لوحده. وهناك الكتابة للمسرح، وهناك النقد، وهناك الكثير، وهناك أيضا جنس آخر أو نوع آخر يسمى النص، وهو الذي يرفض كتابة تصنيفه على أنه رواية أو قصة، هم يقولون هذا نص فقط. وهناك الخاطرة، لكن أنا لست ممن يعتبرون الخاطرة نوعا أدبيا أو جنسا أدبيا، أنا أعتبر الخاطرة هي مجرد محاولات المبتدئ أن يستكشف هو في أي اتجاه، لا يعني من الصعب تصنيف الخاطرة على أنها نوع من النوعية الأدبية. هذا إذا صنفنا الواقع الأدبي عبر النوعية. ثم إذا جئنا نصنف كل واحد من هذه النوعيات عبر الموضوع، يعني نصنف الشعر عبر الموضوع، ونصنف القصة عبر الموضوع، ونصنف الرواية عبر الموضوع. والرواية كما تعلمون بالنسبة للناس اللي يتابعون الرواية، يمكن تكون هي اليوم ناس يقولون الرواية ديوان العالم، إذا كان الشعر ديوان العرب فالرواية ديوان العالم، لأن هي اللي قاعدة تكتسح المشهد العالمي الأدبي بقوة اليوم، يعني بحيث الشعر تراجع كثيرا. يعني فإذا صنفنا حسب الموضوع أيضا، السلام ورحمة الله والخير منك، جزاكم الله بالخير. فإذا صنفنا حسب الموضوع أيضا، إنجيل الشعر لوحده، جزاكم الله بالخير والنور، حياكم الله، الله يحفظكم.
إنجيل الشعر لوحده، وإنجيل الرواية لوحدها، وإنجيل القصة لوحدها، وإنجيل الكتابة المسرحية لوحدها، وإنجيل النثر لوحده. فحسب الموضوع هناك تقسيمات في كل واحد من هذه الأشياء. يعني حسب الموضوع، هناك الشعر السياسي، هناك الشعر الفكاهي، هناك الشعر الشعر النسيب يعني، أو شعر الغزل والمدائح والقريض، هناك الشعر الرثائي، هذا يصنفنا حسب الموضوع. وهذا ينطبق أيضا على الرواية، هناك الرواية السياسية، وهناك الشعر الشعري، الشعر الذي من أجل الشعر وحده، أو الشعر الأدبي، الأدب المحض يعني. وهذا ينطبق طبعا على الرواية وعلى القصة وعلى الكتابة على المسرح وغيره. وهناك الشعر الرثائي، وهناك أيضا رواية سياسية والرواية الميلدرامية والرواية وغيرها. ثم إذا جئنا ودخلنا أيضا انطلعنا من الموضوع ورحنا إلى الشكل، فراح نقول أيضا هناك الشعر الفصيح، وهناك الشعر العامي. ثم إذا دخلنا إلى داخل الشعر الفصيح سوف نجد أيضا هذه التقسيمات، هناك الشعر العمودي، وهناك الشعر الحر أو ما يسمى شعر التفعيلة، وهناك قصيدة النثر التي ظهرت يمكن من الخمسينات القرن العشرين، بينما يعني أو تزامنت مع ظهور قصيدة التفعيلة. وينطبق هذا أيضا على الشعر العام نفسه، ينقسم إلى الشعر العام العمودي والشعر العام التفعيلة، وما في شعر عام نثر أعتقد يعني في حدود علمي، يمكن بعد في ما أدري، بس يعني في قصيدة فصحى نثر. ثم إذا دخلنا إلى الشعر العام نفسه، هناك الشعر القروي في البحرين، وهناك الشعر النبطي الذي ينتسب إلى البادي، وهناك بعض الشعراء البحارنة اللي هم طالعين من القرى لكن يكتبون أيضا باللون النبطي، يعني أعرف على الأقل الأسماء محدودة بسبب ارتباطهم بكتاب الشعر النبطي. وإذا إحنا في كل هالغابة هذه، الحين إحنا بنحدد أنفسنا من نحن وماذا نريد. إذا حددنا أنفسنا من نحن وماذا نريد، سوف نستطيع أن نضع ماذا نحتاج. إن كنا نتحدث عن الكتابة اللي إحنا أقرب الأنواع الكتابة المعروفة عندنا إحنا في المجتمع البحراني، الكتابة مثلا للمواكب وللأناشيد المناسبات، أو خلنا نقول شعر المناسبات، بما في ذلك الشعر الذي ينظم للمهرجانات. يعني أنا أتكلم عن على الأقل أربعة مهرجانات أتذكرها، مهرجان أبي تراب في سار، ومهرجان أدب الطف في كرانة، ومهرجان شاعر الحسين في هذه البلدة التي نعتز بها جميعا. فهذا الشعر أنا أعتقد سواء ما يكتب للمواكب أو سواء ما يكتب للمناسبات، أنا أعتقد في هذا المجال نحن لا نحتاج الكثير. أنا أعتقد أن الموجود بالعكس يمكن يغطي ويفيض عما نحتاجه من ناحية المستوى. يعني أنا إذا أتكلم عن شاعر مثلا مهرجان أبي تراب في سار، عملوا كتاب ضموا فيه كل قصائد المهرجانات. شاعر الحسين أعتقد قاموا بنفس الشيء، وقاموا على مستوى نسخة كل مهرجان لوحده، يعني متأكد يعني. وأيضا أدب الطف كأن عندهم مبادرة من هالنوع. أنا أعتقد عندنا كم كبير عبر هذه السنوات، بدءا من مهرجان أبو تراب، وربما يكون هو أول مهرجان، مو متأكد بالدقة يعني، إلى اليوم عندنا كم كبير من القصائد التي صيغت من أجل مسابقات، وبالتالي هي مكتوبة على قدر عالي جدا من الجودة والجمال ويعني فيها بعض الهنات البسيطة، لكنها عبرت يعني التحكيم وعبرت ووصلت إلى أن تدخل في هذا الكتاب الذي لا توضع فيه إلا أفضل 10 قصائد يعني، أو أفضل 20 قصيدة مثلا حسب المهرجان. وبالتالي في عندنا كم كبير هائل من هذا، فقط إحنا محتاجين أن نستثمر هذا الموجود. يعني أنا أستغرب، حتى أنا قلت لبعض الأخوان في المواكب، أنتم ليش تخلون الشعراء يكتبون وأنتم عندكم كل هذا الكم اللي مو مستغل؟ يعني عندنا أقل شيء عندنا اليوم ممكن 500 قصيدة، ممكن 1000 قصيدة من هالمهرجانات، وكلها تنتهي بنهاية المسابقات نحط في الكتاب، وما لا بين ما سواء هي من حيث الوزن أو من حيث الجودة أو من حيث الإبداع أو من حيث الموضوع أو من حيث تنوع الأغراض، يعني فيها كل ما ممكن، حتى من حيث تعدد الأوزان وبإمكان الرواتب أن يشتغل عليها. فإن كنا نتكلم عن هذا الموضوع،
عن المشهد الأدبي المنحصر في هذه المنطقة، أنا لا أعتقد هذا المشهد يحتاج الكثير، يمكن يحتاج لبعض التصحيحات، ولكن ما يجري في هذا المجال كثير جدا، بل ربما أكثر حتى من المطلوب. أما إن كنا نتحدث، وهذا يمكن نعرفه من أسئلة الأستاذ، إحنا نتحدث عن شنو يعني؟ أما إن كنا نتحدث عن المشهد الأدبي بأكمله، يعني نتحدث عن الكتابة، نتحدث عن الرواية، ليش ما عندنا إحنا مثلاً هذا الاتجاه؟ نتحدث عن القصة القصيرة، نتحدث عن إن عن هذا الإغراق في الشعر، شعر شعر شعر، ما في حد يعني يسوي شيء غير الشعر، هذا صح أو خطأ؟ فبالتأكيد إحنا نحتاج الكثير في هذا المنطقة يعني. هاي المقدمة يعني. أستاذي، نعم يوجد عمل أدبي كثير، ولكن لا نجد التأثير الأدبي. يعني قبل عدة عقود كانت الكلمة عندما تقال في هذه الأمسية أو في هذا المحفل ترى صدى كثير في الشارع. الآن لا تجد أي صدى، يعني تقال في هذه الأمسية شاعر الحسين أو في أدب الطف وتنتهي وتضع في الرف، والناس خلاص تنسى هذه القصيدة. ليش ما صار لها تأثير؟ وش ناقص الكلمة؟ وش ناقص الأدب؟ إحنا يعني المجتمع صار بعيد عن الأدب، ثقافة الأدب، الشعراء ما قاموا مثلاً يسايرون المجتمع أو التغير الشعري. شوف، اللغة العربية لما استخدمت كلمة كلمة، وهي جاية من لغويا الكلمة مشتقة من الكلم أو الجرح، يعني يقول عنتر بن شدار تمر كالأعداء وكلمة هزيمة، فهي مشتقة من ال من ال من الج يعني، لأن الكلام حتى العرب يقولون أن الكلام يجرح، وناس يقولون أن الكلمة تقتل، ويقولون رب كلمة أحيت أمه ورب كلمة قتلت أمه يعني، وغير ذلك. بس شنو هو الفرق بين الكلمة بهالمعنى، بمعنى الكلمة اللي نكتبها أو المكتوبة أو المقروءة، والكلمة بمعنى هالجرح، بمعنى الكلمة؟ الفارق أن في حالة الكلمة اللي معنية بالجرح الإنسان في جسده، هي في نفس اللحظة، أنت لما تجرح شيء أو تشق شيء، أنت في نفس اللحظة تقوم بالكلمة وتجد الأثر أمامك. أما الكلمة بمعنى الكلمة المكتوبة أو المقروءة، فهي دورتها طويلة جدا، ومع الزمن اعترف يعني أن قبل كانت الكلمة دورتها قصيرة يعني يمكن، ولكن الآن دورة الكلمة طويلة. يعني الحين إحنا في ثورات الربيع العربي قاعدين نحتفي بكلمة قالها أبو القاسم الشابي قبل 100 سنة يمكن، اللي هي إذا الشعب يوما أراد الحياة. هذا يراويك شقد أن الكلمة دورتها طويلة جدا. الحين انت اذا تصدر كتاب، انت اخذ حتى المنتجات، يعني اذا انت عندك منتج تبيعه مثلا اكل او مواد الكترونيه، او انت اذا نزل فيرجن جديد الى ايفون مثلا او الى سامسونج او الى جالكسي، خلال شهور بس يتجدد هذا المورد ويجدد هذا الموديل ويجي غيره ويجي غيره، وبسرعه اللي يجيب الكترونيات يجد ان الكتاب ده أو العفو أن هذا الجهاز صار قديم ولازم يجيب غيره. بينما الكتاب أنت جرب، ممكن الأخوان اللي أحد من المبدعين هنا أو خارج القاعة جربوا أن يسوي كتاب، الكتاب دورته طويلة جدا، يعني أنت قد تطبع 1000 كتاب في البحرين، طباعة 1000 كتاب 1000 نسخة قصدي، يعني كتاب واحد من 1000 نسخة في البحرين، يطبع الكتاب واحد من 1000 نسخة يعني في حدود بين 350 دينار إلى 400 دينار، إذا كان في حوالي 150 صفحة من القطع الصغير مثلا من حجم A4 أو حتى حجم A5. علشان أنت هذه الكتاب أنت تبيعه، بغلك يعني متى أن تسترجع اللي صرفته؟ علشان أنت بعد مو تبيعه، لأن الحين كثير من الشعراء ما يبغي يبيع، كثير ممكن يسوي حفل ترشين ويوزع الكتاب. علشان أن تحصل رد على هذا الكتاب، واحد يقول لك والله زين أبدعت، واحد يقول لك لا كتابك سيء، واحد يقول لك في شيء من قصيدة زيني والباقين ما يسوون، ليش طلعت كتاب؟ الدورة طويلة جدا، طبيعة الكلمة هالشكل. وطبعا الحين لأن الكلمة صارت فيها شركاء آخرين بعد، صارت تشترك إياها الصورة تدخل عليها، صارت تدخل عليها الخبر القصير، الوسائل تغيرت، فصارت الدورة أطول. لذلك الحين البعض حتى من الشعراء، وأنا يمكن واحد منهم يعني،
يفضلون انه ينشر في الصفحات الاجتماعيه على انه ينشر كتاب، لان انت لما تنشر قصيده في الفيسبوك خلال ساعات تحصل تجاوب، واحد يقول لك لايك، واحد يقول لك قصيده مو لهناك، واحد يقول لك الحين بعد الفيسبوك سوى خيار ديسلايك، ما ادري سوى او ما سوى زين. بس تحصل انت رد الفعل يعني، بينما انا عندي كتاب صادر في 2004 وفاز بجائزة الدولة، ديك اليوم كان في جائزة اسمها جائزة الدولة الكتاب المتميز، الحين طبعا ألغوها، صاروا يعطونها إلى يعني دول أخرى، يعني هي باسم البحرين لكن كل سنة يوزعونها على دولة، سنة لمصر، سنة لفلسطين، سنة يعني ألغوا الجائزة. فإلى الآن أنا يمكن العدد اللي مثلا قرأت عن الكتاب ده، رغم أنها كتاب، أنا أتكلم عن كتاب فائز بالجائزة المركز الثاني، ما بالك بالكتب اللي ما فازت، يعني أقل من فطبيعة الكلمات دورتها طويلة، يعني حتى الكلمة، حتى الخطبة اللي يقولها الخطيب الناس تروح البيت وتفكر فيها وترجع ويقولون، وبعدين سنة الجاي يقولون العام الخطيب قال كذي، فالكلمة طبعا دورتها غير الكلمة اللي هي التي يعني تجرح. طبعا يمكنكم مشاركتنا هذا الحوار الأدبي عبر المشاركة الشفوية. أستاذي، لماذا لا نرى أعمالا أدبية توثق الحراك السياسي البحريني؟ فالآن الصراع لا ينحصر فقط على القوة، وهناك صراع أدبي وثقافي يؤثر على مجريات المتغير السياسي دائما، يعني في قد تكون كلمة تجرح فتحرك شعب مثلا، أو كلمة تهدي وتكون مثلا نصيحة ومحبة. يعني إذا تكلمنا للأمانة، يعني أساس أكون منصفين، إذا تكلمنا عن الشعر أنا أعتقد أن الشعراء ما قصروا صراحة، يعني سواء الشعراء اللي يكتبون شعر المناسبات أو حتى الشعراء اللي يكتبون الشعر يعني الشعر من أجل الشعر، يعني صديق الدكتور يعرف صديقنا الدكتور حسين السماهيجي وغيره من التيار، والشعراء اللي يكتبون الشعر العمودي والشعر المنبري ما أعتقد في تقصير، ربما في حتى يعني أكثر من في هذا المجال، ربما حتى أكثر من المطلوب ربما يعني. لكن صح أتفق معاك، الأشكال الأدبية الأخرى ما زلنا نعاني من قصور، يعني مثلا ما في توثيق فني في المسرح مثلا للأحداث هذه، ما في رواية كتبت عن البحرين، مع أن المصريين كتبوا عن ثورات 25 يناير كثير من الروايات طلعت في مصر، تونس أيضا، الرواية الأخيرة اللي فازت بشهادة جائزة البوكر كتبها شكر مبخوت عن الثورة التونسية. هذا سبب أولا، مثل ما قلت أن احنا البحرينيين بطبيعتنا واجد هاجرين الأشكال الأخرى غير الشعر، يعني تركيزنا على الشعر تحديدا، في ولع عندنا بالشعر، ولع حتى أنا أقول مرضي يمكن، يعني لدرجة مرضية يعني. والأشكال الأخرى هي الأفضل، لأن أنت في الثورات وهذا ما توثقها القصيدة، بحكم أن القصيدة غالبا يغلب عليها طابع اللحظة أو طابع الدعوة أو التحريض يعني، بس التوثيق هذا شغل الرواية، شغل القصة. أنا أعرف واحدة هني كتبت رواية وثقت فيها مشاهدها هي نفسها، مشاهداتها هي لفترة الربيع العربي، يعني هي عاشت الفترة دي، شابة صغيرة يعني، عاشت الفترة هذه من قيام الشهيد أبو عزيزي يعني بالعملية اللي أحرق فيها نفسه، ثم قيام الثورة التونسية في سيدي بوزيد، ثم امتداد هذا تونس، ثم سقوط بن علي، وهي كأنها أحد قاعد تطالع الشاشة وتكتب. لما قدمتها للرقابة هني، طبعا هي كتبت أيضا عن البحرين يوم بيوم، يعني هي الكتاب أشبه بيوميات، كتبت من صباح 14 فبراير إيش صار وبعدين إيش صار، فقالوا لها الرواية دي ممكن تطلع بس بشرط أي شيء له علاقة بالبحرين تشيلينه، أنت ما علينا تكتب عن تونس عن مصر اكتب ما في مشكلة يعني. فقالت أنا ما بطبعها يعني، بطبعها برا، أنت ساعات في بعض الكتب إذا تطبعها برا الدش وتمر غريبة يعني، ما تمر يعني ما يركزون، بينما هني الرقيب يشوفها ما يخليك تطبعها يعني، بس ساعات بعض الكتب تطبع برا الدش ما مواجد الرقابة دقيقة يعني. بس هم حذروها، هي طبعا خافت لان اول مره تكتب، فقالوا لها اذا شفنا الكتاب فيه ترى تغربلين روحك من قانونيه بحسب القانون يعني. فنشرت الكتاب مسكينه، هي طبعته في مصر بس حذفت الجزء المتعلق فانت لما تقعد تقرا تشوف صفحه صفحه، بعدين تشوف فراغ منطقه البحرين فراغ، او صفحه صفحتين مكتوب فيها اشياء بسيطه كلش يعني. ففي طبعا في مخاوف امنيه، بينما انا يعني الدول هذيك مثل مصر وتونس أنا أعتقد الكتاب أكثر جرأة، طبعا هناك ما في سهولة بعد في التعامل، لأن الحين
في مصر مثلا في صياغة جديدة للتاريخ أن ما في ثورة 15 يناير. السيسي يقول أن الثورة هي 30 يونيو بس، ما في شو اسمه يعني، هاي ثقافة الحين مصر. بس الكتاب يكتبوا يعني ونشروا يعني، في ناس مستعدة يعني، ففي مخاطر يعني، هاي السبب أنا أعتقد يعني. ممكن بعد في أسباب أخرى نسمعها من الأخوان يعني. إذا في أحد من الجمهور حاب أن يشاركنا أستاذي، ما نقاط القوة اللي تحتاج أن احنا نهتم فيها، أو وين الساحات الأدبية، وين الملتقيات الأدبية تحاول تنمي الشباب أو اللي لين المجال؟ يعني أنا أعتقد إحنا عندنا في البحرين مشكلة رئيسية في كل شيء، مو بس في الأدب. يعني تقعد مثلا مع واحد رادود أو واحد شاعر يكتب للعزة مثلا أو يكتب للمناسبة، يقول أنا أكره علي درس العربي، أكره شيء في حياتي. إذا كيف يصير يعني، شلون أنت شاعر وأكره شيء ما تطيقه وهو درس اللغة العربية؟ أو أنت رادود مادتك، أو أنت خطيب مثلا مادتك السلاحك الوحيد اللي تتكلم بين الناس هي اللغة، ما عندك غير اللغة ثروتك، وأكره شيء تكره عليه في حياتك أنك تقرأ نص شعري أو أنك تسمع درس لغة عربية. زين، أو واحد مثلا يقول لك أنا بصير مسرحي. زين، لا هو يحضر مهرجانات مسرحية، لا يحضر دورات في الإخراج، لا مثلا يشوف مسرحيات. أو واحد يقول لك أنا بسوي فيلم شيء. زين، أنت شفت فيلم في حياتك؟ لا. دشيت سينما في حياتك؟ لا. طالعت فيلم يعني مثلا لأحد؟ تعرف أحد مخرجين؟ لا. زين، كيف بتسوي الفيلم يعني؟ طبعا هذا ينطبق مو بس على الأدب يعني واحد مثلا يبغى يتكلم في الاقتصاد، أو نقابي يبغى يتكلم عن حقوق العمال وكذا وكذا. زين، حضرت ندوة في الوفاق، في وعد، في مدري وين، في الاتحاد عن حقوق العمال؟ لا. قريت كتاب عن النقابات؟ لا. شارك في مسيرة أول مايو؟ لا. زين، من وين بتجي أنت، من وين بتجيب المادة يعني؟ أو سياسي مثلا، حضرت ندوة سياسية، حضرت منتدى سياسي؟ يعني اليوم العالم ما يمشي بالبركة. العالم، إحنا مشكلة البحرينيين عبالنا أن كل شيء يمشي بالموهبة والبركة. الموهبة طبعا مهمة، أنا ما أنكر أهمية الموهبة، من المهم أن يكون الكاتب موهوب والشاعر موهوب لكن ما عادت المواهب تجيب يعني همها يعني. حتى أولادك اليوم موهوب وكل شيء وذكي، لكن من اللي يجيب 99%؟ اللي يجيب هذاك اللي عيونه صغار ولابس نظارة ولا يطلع من البيت وقاعد يكرج يدرس، ما يجيب هالموهوب، ما يجيب يعني. في جد، في جلد يعني. باختصار احنا ينقصنا ان احنا نثقف روحنا يعني. كنا احنا نبغى نصير ادباء، لازم نقرا، لازم نروح معارض الكتب، لازم نضحي، لازم نصرف بيزات يعني. انا اعرف ناس يمكن يعني يصرف على الكتب، يصرف يعني، يدخل معرض يدفع 300 دينار ولا يفتكر يعني، ياخذ كتب يقرا يعني. لازم هذا الشيء، ما في خيار يعني. يقول لك لا والله انا ابغى اصير اديب وابغى اصير مبدع، بس ما لي خلق اسوي هالسوالف كلها، ما لي خلق انا اروح ندوة احضر وعدي حد يزن على راسي يعني. فهالأمور كلها هذه لازم يعني، لازم نغير من روحنا. أنا بين لهذا أهم شيء نحتاجه. يمكن في الشعر صح، بما أن في الشعر عندنا كم كبير واجد يمكن ما نحتاج، بس مع ذلك حتى في الشعر إحنا بحاجة للتعرف على الأشكال الأخرى، على يعني أنت تفضلت وسألت سؤال عن توثيق الحراك، طيب أوكي، بس لازم نعرف أن الشعر مو فوتوغرافي يعني. الشاعر يعني ما يوثق الحراك بمعنى نفس ما يوثق المصور. أقول الأستاذ المصور هنا، التصوير غير، التصوير الحين الناس يقولون بعد حتى التصوير غير، بعد الناس يقولون حتى التصوير مو بالضبط يجيب للصنف الصورة اللي صورها. التصوير بعد هو في حد ذاته هو بعد شيء، هو قصيدة المصور يعني، يلعب في الصورة وعلى كيفه ويغير. فناهيك يعني، ناهيك بالشعر يعني. يعني مثلا إذا أخذنا واقعة كربلاء مثلا، أفضل ما كتب في كربلاء كتب عقب كم؟ عقب 100 سنة يعني. اللي كتب في الأيام الأولى شيء بسيط يعني، أمر على جرث الحسين وقل لعظمه الزكية، اللي كتب أعتقد ما أدري أول شاعر كتب، نسيت اسمها، سليمان بن قث أعتقد أو غيره. بس لما توصل إلى عقب 100 سنة 200 سنة، لما تقرأ قصائد الحلي، تقرأ قصائد مثلا سيد حيدر أو سيد جعفر الحلي،
تقرأ قصائد مختلفة تماماً، تقرأ قصائد أخذت الواقع من جرير وسوتها من يعني دخلت فيها ذائقة الشاعر ذكرياته، فكل هذا شعر يعني. فهاي يبغي شغل يعني، يبغي شغل واجد كبير. وإحنا هنا للأسف حاصرين الشعر إنه يعني حتى إحنا في محرم نستنكف إن نسوي مثلاً أمسية شعرية هو محرم مثلاً، بس شعر لا يعني، يا الشعر مربوط بيشيل رادود مثلاً يعني، لا يعني في العراق شعراء العراق كان يوم عاشر بالذات عندهم مهرجان شعر سيد حيدر الحلي، طلعت قصائده الكبيرة في يوم عاشر أو ليلة عاشر شيء، يجون مهرجان شعري في هذا اليوم يعني. فهي كله يبغى شغل يعني، شغل واجد يعني مو قليل. بمرورنا على الإمام الحسين واقعة الطف صار عندي سؤال، شلت مهم أن نذكر الإمام الحسين في القصائد قصائدنا الشعرية أو في أي عمل أدبي رواية أو كتاب كان أو مقال، لما يحمل الحسين من ثورة قد يكون ثائر إلى كل أرض مو بس إلى الشيعة، شلون أنا أقدر أستفيد من الإمام الحسين في قصائدي وأشعاري، وشلت هو مهم ينطرح عندي في الشعر والأعمال الأدبية؟ يعني أنا أقول المهم إن الشاعر يعني يعتمد هو إذا هو كاتب منها لشنو، إذا كان هو كاتب منها إلى موكب أو إلى مناسبة هذاك مسألة أخرى يعني، طبعا لازم بيذكر بيخليها في إطار المناسبة. بس أنا أتكلم لو الشاعر قاعد يكتب قصيدته، قصيدة كريم مثلا، قصيدة خاصة به يعني، أو ديوانه الخاص اللي بينشره إلى العالم كله، لازم ما يكون واجد يعني حامل هاجس إن لازم أكتب عن الإمام الحسين عليه السلام، لأن يفترض نظريا أن أنت يا كريم يا فلان يلي تربيت تحت هالمنبر وانت جاهل للحين، يفترض أن الحسين موجود فيك، مو يعني هو موجود في قصائدك شئت أم أبيت، يفترض نظريا يعني. يعني مو لازم أنت تقول قرية توبلي الجميلة لا يعني، افترض أن توبلي موجودة في موجودة داخل قصيدتك في ثناياها، مو بالضرورة أنها موجودة في اسمها، لأن أنت ولد توبلي لازم في قصيدتك في اللون الأخضر في النخلة في أي شيء يعني، بس مو لازم أنت تسمي، أنا أتكلم عن التسمية يعني. فهذا إحنا يبغى لنا نطلع إحنا من لأن أنا لاحظ هذا الهاجس واجد له، وهذا طبعا يعيق التواصل، لأن أنت إذا تبغى تتكلم لغة مثلا تروح مثلا يعني فرنسا، تروح مثلا ما أدري أي دولة وتلقي شعر للناس أيضا تتواصل إياك فيه، وانت تتواصل معاهم وانت تتكلم عن همومهم ويشاركونك همومك، مهم ان تكون محلي جدا، محلي جدا، بس المحلية دي بأي عنوان يعني، المحلية مو بعنوان ان تكون انت واجد عناوين فاقعة، لكن هي المحلية تجي في داخل العمل الأدبي يعني، في ثنايا العمل الأدبي، في الرموز، في المسائل هذه كلها يعني. شكرا جزيلا. السؤال هو مرادة يعني، شلون تقيمون اللهوة خلنا نقول المثقفين والشعراء البارزين اللي كانوا في البحرين مثل قاسم حداد، وعلى شكلتهم مثل روائيين، أعتقد روائي للأطفال إبراهيم بس ناس اسمه بشمي؟ لا ممكن بعد تضيف إبراهيم سند، ممكن إبراهيم سند بعد. شلون تقيم اللهوة تفاعلهم ويا الحراك البحريني؟ لأن أعتقد اللي هو اللي يعيشون خارج البحرين، فرضنا في المغرب العربي، أنا قرأت كثيرا لو عن قاسم حداد شيء مهم جدا يعني، اللي هو إشارة كبيرة على أساس اللي هو شعريته وكذا وكذا، بس ولكن يعني في يعني الحراك يفترض إن هو المثقف يكون اللي هو يتفاعل مع الواقع، اللي هو مثل ما تفضلت اللي هو الواقع المحلي، وترى مهم جدا لأن الإنسان ينطلق مثل نجيب محفوظ، أتكلمنا نجيب محفوظ هو انطلق من الأشياء المحلية اللي فعلا غرق له في المحلية، وهذه المحلية اللي هو وصلت إلى العالمية. أنا أشوف ما أدري يعني وش تقييمكم لهذا الشيء. بالنسبة بعد في نقطة أخرى بغيت اللي هو تذكرت قضية اللي هو القصة، احنا نشوف سواء القصة والقصة الصغيرة، والله عجبتني هاي قاف قاف جيم يعني هذا بعد زين اللي هو المهم في يعني خلينا نقول في الدول الغربية جدا في أوروبا في أمريكا، هذا عندك يعني بالملايين يطبعون يعني، ولأن فعلا اللي هو هاي ثقافة، هل هذا راجع
اللي هو لان احنا عندنا الثقافه الموروث اللي هو خلينا نقول السماعي اكثر من اللي هو القراءه، لان يعني العرب مشهور عنهم اللي هو انهم سماعيين افضل يعني ممكن له من ما يقرون. وشكرا. انا ببدا بالسؤال الثاني. انا اعتقد حتى السماع الحين ما عاد مشكلة، لأن الحين انتشرت بعد الكتب المسموعة. يعني الحين مهرجان مجمع أبوظبي الثقافي مثلا أحد المراكز المهمة في العالم العربي اللي تنتج كتب مسموعة، يعني تأخذها أنت تشتريها تخلي في السيارة وتسمع. يعني أنتجوا مثلا مجموعة الجاحظ كلها أنتجوها، مجموعة أحمد شيوخي كلها أنتجوها، وناس يفضلون ده الشيء مثلا ربة بيت اللي تحب تقرأ وتشتغل في نفس الوقت، أو أنت تبى تشجعها على القراءة إذا تقرا وما تحب هذا تحط بس تركب على اذن هذا. وفي برامج الحين جديده في برنامج نسيت اسمه كاندي او شيء ينزلونه في الاندرويد، يعني نسيت اسمه والله. المهم هذا البرنامج يعطيك خيارات واجهه حتى انك تنتقل من صفحه مسموعه مثلا ترد ترجع تقراها قراءه بصريه ترجع عليها مسموعه تنزلها في الموبايل مالك. وفي في أجهزة بعد إذا ما بالموبايل في أجهزة خاصة بالكتب المسموعة. يعني شوفنا واحد يمشي في الممشى وشغل الكتاب المسموع يسمعه ويقرأ، ومو غلط يعني، لأن هي الثقافة العربية. يعني القرآن الكريم دائما يقول سميع عليم، ما يقول عليم من سميع، يعني أمة العرب أمة سامعة بامتياز، يعني سميع عليم سميع بصير. فالسمع وسيلة مهمة جدا من وسائل المعرفة. يعني جت فترة كانت الناس تستهجن ده يقول لك لا بس القراءة النظرية والبصرية وكل شيء الصورة بس. أعتقد الحين في إعادة نظر في هذا الموضوع. يعني بالنسبة لموقف المثقفين أنا يعني ما أبغى ألوم أحد، بس أنا بشرح بحياد يعني عشان ما أقول إن فلان وقف ضد الحراك أو معاه، لأن إحنا مو في هذا السياق. لكن أنا أقول إن اللي صار شنو اللي صار في البحرين هو نفس اللي صار في العالم العربي كله، أن من غلب على الربيع العربي هو القوى الإسلامية. وهذا شيء طبيعي لأن المجتمع 80% 70% من قواه المسيرة إلى حراكه الحين هي الإسلاميين. وفي في السبعينات وما قبلها كانوا اليساريين، وفي الخمسينات وما قبلها كانوا القوميين، ومن قبل القوميين كانوا الليبراليين. ففي هاجس عند المثقفين هذلين أن الإسلاميين لين جوا، يعني ان خليني اقول بعباره يعني نار الحكومات ولا جنه الاسلاميين. هذا خلاهم ياخذون موقف ايضا من مصر. ترى على فكره اللي صار في مصر انا اعتبر أسوأ من اللي صار في اي بلد عربي ثاني. يعني في مواقف يعني ان يعني وصل الى ان يصير رئيس. يعني بعد شنو ازم ان الثوره تخلي رئيس خلاص ومنتخب. احنا بغض النظر احنا نتفق او نختلف مع الاخوان اي مساله ما لها علاقه في الموضوع يعني، بس في رئيس منتخب وجاب انتخابات شرعيه ولا فيها تزوير ولا فيها زين. فابدا تم كل هذا انهي في لحظه، والمثقفين اخذوا موقف انه اي زين خلي صار زين، وش لان احنا بالاسلاميين وبلاويهم وبيجون. طبعا هذا انتشر على مستوى العالم العربي كله وامتد ايضا في البحرين. في البحرين اشتبكوا بموضوع ثاني، يعني هم مو بس اسلاميين ولكنهم ايضا من مثلا طيف معين يعني، وهذا الطيف خلق فجوه. فاللي هم اصلا ينتمون لهذا الطيف لكنهم ليبراليين عندهم موقف بسبب الهويه الاسلاميه حتى لو انهم ينتمون جذورا الى هذا الطيف. واللي ما ينتمون لهذا الطيف صار عندهم سببين. السبب الاول انهم اسلاميين وهو ليبرالي ما ينتمي لها، والسبب الثاني أنه على ليبرالية لكن هو يشعر أيضا أنه ينتمي لطيف آخر، وهذا الطيف محترم ومقدر. أنا ما أبغي الحين أفضل لأن الحوار مو سياسي يعني، بس أنا أقول الموضوع صار بهالطريقة. طبعا هذا جهد على المعارضات العربية كلها في العالم العربي اللي قادت ثورة الربيع العربي، عليها جهد كبير أن تقنع هذلين أنها مو بعبع وأنها مو جاية عشان وأن نظرية نار الأنظمة ولا جنة المعارضات هي نظرية خاطئة. طبعا هي جهد على المعارضات هذه أن تبذله، ولعلها يعني لعلها تنجح، يعني ما أدري تنجح لو لا بعد. بس المهم جهد أنا يبين لي ما بذل جهد كبير في هالجانب، يعني لازم يبذل جهد أكبر. يعني بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أنا عندي ملاحظة إثارة أدبية لكن في سياق الحديث ما وصلت إليه أستاذ، أتصور نقطة جدا مهمة
وقد يكون من أهم خلنا نقول انكشاف خطاب الحداثة بوجهه السياسي اليوم بعد الربيع العربي هو هذا الموقف المتزمت الذي يحاول أن يعمم تجربة الإخوان المسلمين على كل أطياف الإسلام السياسي في العالم، ويعني أن يضع الجميع في سلة واحدة. وأنا أتخطر أني قرأت لمجموعة من أصحاب هذا الفكر من قبيل الثورة الناعمة، كتاب الثورة الناعمة لعلي حرب، أو الكتاب حول الانتفاضات لسميح صالح وهو عراب مشروع الأنسنة، وقعوا في هذا الفخ في أنهم يحاولون أن يعممون تجربة الإخوان المسلمين أو سلبيات هذه التجربة على كل الإسلام السياسي، في حين أنهم يدعون أنهم داعين إلى الموضوعية وإلى التصنيف وإلى عدم وضع جميع البيض في سلة واحدة. وهذا أتصور يعني فخ نصبوه لأنفسهم ووقعوا فيه، وهذا من مآزق هذا الخطاب. هذه بس كمقدمة أو كتعليق. سؤالي يا أستاذ، في أحاول أن أقارب الحالة الأدبية في البحرين مع الحالة الأدبية في العراق باعتبار وجوه الشبه الكبيرة بين المجتمعين، سواء الانتماء العرقي أو الديني أو كذا أو المشتركات اللغوية. الفكرة أن الخطاب الأدبي في العراق استطاع أن يكون ملاصق للشارع، استطاع أن يكون جزء من المنظومة الثقافية الحقيقية على طريقة القدماء. قوة الكلمة قديما في أنها لم تكن حالة أخبوية، وإنما كانت يعني قبل البراز في كل حرب يبرز الشاعر في هذا الصنف والشاعر في الفريق الآخر، فيفتتح حتى الحرب كانت تفتتح بالأدب. الفكرة، لا تعتقد أننا في المجتمع البحريني رغم كل هذا النتائج اليوم الشاعر البحريني على سبيل المثال استطاع أن يحصد الجوائز، سواء على مستوى القطيف على مستوى الجوائز الحديثة مثل مسابقة الجود وغيرها في العراق، ولكن ألا توجد هناك مشكلة في أن الشعر في البحرين شعر نخبوي، بات محصورا في دائرة النخبة، لم يستخدم الشعراء البحرينيون فن السهل الممتنع بحيث أنهم يكونون جزء من ما تردده الجماهير. حتى على مستوى الموكب مثلا، القصيدة الموكبية سابقا كانت تردد وكانت تحفظ، اليوم القصيدة الموكبية تضيع رغم أنها توثق بشكل أفضل ويصير لها مونتاج وكذا. هل هناك خلل في أن الأدب في البحرين بات أشبه باستعراض، خلينا نقول استعراض عضلات أدبية، وأن كل واحد يعطي أجمل ما عنده ولكنه يغرق في الارتفاع بحيث أن الجماهير لا تفهم ما يقول؟ يعني هل تشترك معي في هذا الهوجس؟ هذا سؤال مهم جدا، وهو سؤال مطروح ومتداول في كل المنتديات الأدبية، وهو من أيام أبو تمام لما كان يقول له لماذا لا نفهم ما تقول، وهو يقول له لماذا لا تقول ما نفهم، هو قال لهم لماذا لا تفهمون ما أقول. يعني فهي سؤال قديم قديم واجد، و يعني هو تحدي فعلا، لأن بعد حتى النزول إلى النزول من النخبوية إلى العمومية أو الشارعية، ما أدري هي إلى أي درجة هو مفيد للشعر بعد أو لا. يعني بعد الشاعر عنده وظيفة بعدنا، يعني تخيل الشاعر مثل المهندس، هو يبغى يسوي بيت بسيط الناس تسكن فيه وترتاح، لكن هو بعد يبغى يسوي هالبيت جميل ويحط فيه تطليعات ويحط فيه زخرفة ويحط فيه شغلات أنت ممكن تشوفها تقول هاي ليش حاطنها. يعني لأن وظيفة الشعر الأساسية هي أن يكون جميلا، لأن لو كان الشعر وظيفته فقط أن يكون توصيليا، عشان ما في داعي أنت تقول شعر، أنت يعني أنت حق وش تقول شعر؟ قول للناس اطلعوا للشارع وقاتلوا، بس قول بالكلام. يعني حق وش تقول شعر؟ أنت ما اخترت أن تقول شعر إلا لأنك تريد أن تقول كلاما يصل، ولكنه أيضا كلام جميل. صح، أنا أتفق معاك، لازم ما يصير الغراق هذا واجد في الجمالية بحيث أن كأنك أنت ما تدري الشعر وش بيقول. يعني أنا أشوف بعض القصائد مثلا اللي تفوز في المهرجان، مثلا إذا تكلم عن مثلا قصائد أبي تراب، أنا ما بعجب أسماء شعراء، لكن أنا هالكلام قلت لهم وواجهتهم، يعني كلهم من الشعراء قلت لهم،
أنت مثلا قلت في البيت الأولاني أن الإمام علي عليه السلام يداه شاطئان وهو مثل النهر الفرات يتدفق، وقلت في البيت الثاني أنه بستان، وقلت في البيت الثالث أنه شمس تطلع من الغرب وتذهب إلى الشرق، فرضا يعني زين. بس بعدين في سؤال يطرح عليك أنت، وش تبى تقول في الأخير يعني؟ أنت الحين أضفت هالجماليات هذه كلها، وين الموضوع؟ وهذا طبعا بسببه أنهم يبون يكسبون يخطبون ورد لجان التحكيم، لأن لجان التحكيم يعرفونها كلها لجان تركز على الجانب الجمالي. ف يعني النخبوية مهمة جدا، لأن لكي لا يسقط الشعر في العمومية والتفاهة ويصير الشعر مثل أي كلام، لأن الشعر ليس أي كلام. ولكن التوصيل أيضا مهم، يعني هو أنا أقول هو أمر بين أمرين، يعني لا يكون كلش الشعر نخبوي بحيث انه يركز بس على الجمال، لان انت البيت اذا كنت بنيته سويت فيه بس جميل وحليه وكله جامات ومزرقش وملون، بس في النهايه انت لازم تعرف انك قاعد تبني بيت انت، يعني الناس تبي تنام فيه وتاكل وتشرب زين. فلازم يكون يعني اوكي بقدر، يعني بقدر، يعني الجماليه مهمه ولكن التوصيل ايضا مهم. ونعتقد العراقيين، اتفق معاك، العراقيين اجادوا لعبه التوصيل هذه. والشيء الأهم في التجربة العراقية أن العراقيين مو بس كل شعر، عراقيين اليوم في واحد، في روائيين فازوا بالبوكر، في روائيين يكتبون قصة قصيرة، في روائيين إحنا يعني صراحة إذا شفت طغيان الشعر في ثقافتنا وفي مجتمعنا تحس بإسهال، يعني لا مبرر له. يعني أنا أقول وسط هالمهرجانات الثلاثة، أنا قلت أبو تراب وكرانة أدب الطف وشاعر حسين فيني، في مهرجان بعد في حسينية أبو شهري في المنام، ما أدري وش اسمه، ما أدري، يعني عندي كذا مهرجان. إنزين ليش كله شعر؟ ليش ما واحد مثلاً يختار مثلاً فكرة الإمام علي عن الحرية مثلاً، يعني وسوي عنها مثلاً بحث؟ يعني إحنا ليش نلوم الناس مثلاً؟ الكل يلوم الناس مثلاً، الكل يلوم الناس، يقول لك الشباب ما يحبون يسمعون خطب، يحبون يسمعون كل شيء، كل اشرطه عزاء، ما يحبون يسمعون مثلا خطبه، ما يحبون يسمعون. زين اوكي، انت شفت خلق هذا الاهتمام؟ اذا انت مسابقاتك اللي تسويها كلها في الشعر، ما اسوي لك مسابقه مثلا في حول فكره معينه، ما اسوي لك مسابقه حول الفكر. زين المفكرين اللي مو ادبا، يعني المفكر اللي يكتب فكر، يعني مو مهم ايضا، مو مهم يكون في مسابقه عن افضل بحث في مثلا في ثوره عاشوراء، مو مهم ان يكون في افضل بحث حول سياسة الإمام علي فهذا طبعاً عراقيين تجاوزوا هالأمور. طبعاً هي سبب أيضاً ديموغرافي، لأن العراق تتكلم أنت عن 1,000,000، يعني هي بعد موضوع مهم، يعني في البحرين كلنا يعني مجموعة محدودة، فكل هالأمور يعني حاجة لمراجعة. أستاذي، أبرز المصداق خلال ما اتطرق به الأستاذ بأن الشعر صار يصير صعب واجد، حتى أن الجماهير ما تفهم الشعر وش كان قاعد يقول، والشعر النثري يعني أصبح الشاعر يجتهد في كتابة القصيدة والمتلقي يجتهد في فهمه إلى القصيدة، في يشيل هذا البيت وركب هذا البيت وحاول يفهم هذه الكلمة وش يصير بها الشاعر، فيحتاج إلى المتلقي يكون ذا ثقافة عالية لفهم بعض القصائد النثرية. وأعتقد أن الكل يعني في المجتمع ذاتي رياه سمع قصيدة نثرية طويلة تقول لهم شنو فهم، يقول لك ما أدري، قد يكون قصد الشاعر في هذا المقطع الجديد، قد يكون يعني اتفق معك بس مع ملاحظه عدم حصر الغموض، لان انت قاعد تخلط موضوعين مع بعض. يعني لما نتكلم عن النثر انت تتكلم عن الشكل، لما تتكلم عن الغموض انت تتكلم عن الموضوع، فلازم نفصل بين بنيه الشكل وبنيه الموضوع، لان انت كانك قاعد تقول ان ما في قصائد عموديه غامضه، وهي مو صحيح طبعا. لان أنا أجيب لك قصائد مال امرؤ القيس ومال أجيب أقراهم الحين، إني أنا بروح يمكن ما أفهم منها شيء، أنا اللي بحال يا زعم أفهم شوية في الشعر، فناهيك يعني مثلا الناس الآخرين يعني. ففي يعني لازم ما نربط كأن الغموض مرتبط بقصيدة النثر، بالعكس في قصائد نثر أوضح من قصائد العمود اللي تحكي عنها أستاذ حسين، اللي يقول في قصائد عمود نخبوية، هو طبعا يتكلم عن العمودي زين، وهي قصائد المهرجانات كلها خبوية، وفي أبيات فعلا لما تقعد يسمعها واحد ما يفهم، فما في رابط. إنما الفرق وش؟ إن الفرق إن الإذن العربية، لأنها إذن موسيقية، فهي تغفر للشاعر غموضة لأن يشغلها بشي ثاني، يشغلها بالإيقاع.
يعني السيف أصدق إنباء من الكتب وخلاص والإذن تترنم يعني. فتغفر للشاعر أنه مرر معنى غامض مني أو مرر كلمة مني بين ما هو أمام قصيدة النثر وهي أكبر تحدي طبعا قصيدة النثر، لأن الشاعر هنا ما عنده شيء يصب على السامع يعني، هو عاري تماما عند المعنى فقط، يا يكون المعنى قوي يا يكون في هذا الغموض، لكن الغموض الجميل اللي يعني مو كلش غموض فج يعني، غموض موصل يعني، ما عندي شيء يعني يقصب على المستمع انه يدخل نغمة وتفعيلة وقافية يعني. ولذلك هي تحدي كبير يعني. أذمني أستاذ لما رأيت على الخط الأحمر عندك في تفصيل النثر بالنسبة إليك عزيزة، فانتقل إلى السؤال أستاذ. السلام عليكم. ذكرت عن اللي وثقت ثورة تونس عن ثورة البحرين، ذكرت بأني وثقت أول كل يوم بيوم يعني. هذا الجهد حرام أنه يروح تري يعني، من المفروض يعني أحد يلتقي هناك ويسوي يعني، يكفي أن في الخمسينات وشكد إلى الحين بس رؤوس أقلام عرف عن الخمسينات، المفروض إحنا بعد ما ننصاد بعد يعني، المفروض الناس تتصدى لهالشيء يعني. لو مثلا ما قدرت تسوي هالحين عقب المستقبل يكون يعني، المفروض ان يكون هالشيء. أنا قلت لها أعطينا المسودة خليها عندنا يمكن يوم من الأيام ننشرها، بس خافت ما قالت لا خلاص يعني، هي خايفة واجد. لا أنت ما تقول لها شهادة، تقول لها مستقبلا هذا كل شيء إن شاء الله، بحيث أنه يكون احتفاظ يكفي في الخمسينات والستينات رؤوس أقلام بس إنه نعرفها على أساس حق الأجيال القادمة شلون يعرفون شلون الظلم اللي حدث، حجم الظلم إهلا. أحد الشواهد الجميلة وطرفة يعني بإحدى دول الخليج، كان في أحد الأشخاص كاتب كتاب اسمه السلطات في الخليج، فدولة قالت لا هذا الكتاب ما ينزل، زين تهامي يا جماعة هذا الكتاب ينزل ما ينزل، المهم جابوا الكاتب قال لي هذا توش كاتب هو تكتب لنا هذا العنوان سلطات في الخليج، قال لا هذه السلطات في الخليج. ففي بعض إن إحنا هذه النقابات ممكن حتى ما تقرأ الكتاب، بس إنه هو العنوان قد يكون ملفت لقضية معينة والكتاب يلا حسين فضل. أنا يعني برجعك إلى موضوع مهم يعني، أنت كل الأنظمة هي تحاول تضلل الناس بأي حركات مطلبية، واليوم تنسبها إلى اليسار وباكر تنسبها إلى التدينين وباكر تطفنا، بس ما يؤسف إلى قد تنطلي على البسطاء بس تيجون تنطلي على أدباء مفكرين مثقفين يعني القصد يعني هذا إذا أنا شفت هذيل أثر فيهم، فمن الطبيعي أن أنا يعني ما ألوم البسطاء الآخرين السهل اللي أثر فيه ودغدغ بالأمور الطائفية. فأنا أقول يعني كانت جمعية الأدباء والكتاب كان يعني شيء مشرف أن هي فيها طائفتين، تالي الفكرة أن تالي تنصدم أن هدلين إن المفروض صعب يوصل تطنطل عليهم هاي الأمور وهم طلب عليهم هاي المأساة. النقطة الثانية عن هاي رأيي الشخصي يعني مع احترامي وتقديري لجميع الشعراء، لا أنا من أشوف مديح لدرجة فج شد لدرجة النفاق وعشان الصور البلاغية والشخصيات يعني كفر يعني، هذا وش حتى الأئمة ما بيقون تجيب فيهم أشعار بهالطريقة، فما بالك إحنا نجيب في شخص أشخاص نمدح سيارته ونمدح قصره، وهي كلمة من نفاق الشعراء يعني. أنا أقول ما أستسيغ لك عاد في أي محل يوصل لدرجة النبي يجمل لي الصورة الجمالية اللي هي تطلع من سياقها كأني قاعد يتكلم عن استغفر الله رب يعني، أكون نبطين يكتبون في الرنج قصيدة في الرنج بس الرنج روبن يعني. دحوا
او لا او البيك اب عندهم البيك اب المشهور ذا الابيض داتسون ما ادري كتب عنه انه يوديه ويجيبه وانه يعني يعني بس انا اقول ويش ان جزء من اللي تقوله هو انطلاق وانا هذا الاهون يعني اذا مثل ما قال استاذ حسين اذا هذا انطلت على المثقف هذا بعد اهون لانه يمكن خدع شعار هالحركه وشافها اسلاميه وقال لك انا والله علماني وليبرالي وباشر هذلين يغربلوني ويقولون لي لا تكتب كذي ويمنعون الكتب ويفرضون الحجاب في الشوارع على البنات يعني مثلا لكن الأسوأ من دش انها مو منطلع الفكره انما هو حسبها حسابات يعني ان انا الحين اذا وقفت هنا انا بيطبعون لي مجموعه كامله مثلا في الوزاره يعني انا مثلا اروح مهرجانات ادبيه برا ليش اخسرها انا عشان ان اقول والله فلان مثلا يعني هي هذا أسوأ طبعا يعني الاولاني على سوءه لكن هو خلنا نقول انها فكره هو اخذ فكره عن هذا الحراك وهو متخوف يعني ايديولوجيا متخوف ان هذا الحراك يمكن يقيده فهو في النهايه احنا قد يعني قد نحترم اي انسان اخذ خياره على الاقل ينتسب له فكره لكن الأسوأ ان يكون ده السبب فقط مصلحه يعني لما حسب وشاف انه خلاص الاخوان المسلمين رايح عليهم الحين وهو من الامس كان يعني في مجموعه على فكره المثقفين زاروا مرسي عقب ما كان رئيسه قعدوا وياه ويعني وتكلم اياهم من ضمن فنانين وقال لهم لا تخافون ولا تفكروا ان احنا يعني بنسكر الفن وش دي وبعدين هو يعني طلعوا ان والله التقينا بالرئيس واطمأنينا ان اجنده ليست اجنده يعني ايديولوجيه وكذا اي وبعدين لما صار لا يعني فهذا أسوأ يعني الواحد ياخذ موقفه بس من اجل مصلحه يعني ذاتيه يعني بالنسبه لاسره الادباء والكتاب اللي طرح الاستاذ الجمعيه فعلا كانت الجمعيه تضم كل الاطياف وبعدين لما صارت فتره الدوار في مجموعه من الادباء راحوا وللأمانة يعني هم ما راحوا حتى باسم الأسرة يعني راحوا باسمهم كمثقفين هم كانوا واعين للسالفة هذه يعني أن ما يبغون يورطون اسم الأسرة كلها ولكن بعدين عقب ما صارت اللي صار وانتهت الحركة بعقب ضرب الدوار صار انقسام يعني صار خلاص يعني مجموعة اللي قادوا الحراك في ذيك الفترة كلهم استقالوا أو في أحسن الأحوال جمدوا عضوية ثمانية صاروا بدون عدم تواصل يعني والمجموعة الأخرى طبعًا صارت هي في الأسرة لكن الحين عقب مر 5 سنوات يعني صار قاعد يبعض بعض هل إحنا لازم نستمر كذي أو لا نرجع يعني ونفكر إن شايف نعيد المياه لمجاريها وترجع الأمور ونتجاوز الماضي يعني وما زال العمل ده موجود يعني لأن الساعات أنت تقول إن يمكن في بعض الحالات يعني خاصة اللي صار في الربيع العربي في العالم العربي كله ساعات أنت تقول يمكن رأب الصدع في فترة معينة ولم الشمل وجمع المختلفين على في مجموعة واحدة يتقدم ساعات حتى على تحقيق هدف سياسي أو تحقيق يعني فالأمور يعني موجودة. توجد أي مداخل؟ هل تحول الأدب إلى سلعة يعني صار أي واحد يقدر يكتب مع حملات تسويقية بسيطة من يومينيو وإنستغرام وفيسبوك وتويتر ويصير شاعر؟ يعني أنا أقول إحنا لازم ما نخاف من فكرة تسليع أي شيء لأن في النهاية اليوم في النهاية كل شيء صار سلعة صح أنت ممكن ما تروج عشان الويزات لكن حتى الأفكار أنت تروجها مو بالويزات لكن تروجها بطرق أخرى مثلا تروجها بطريقة كلامك تروجها بطريقة لبسك يعني كلمة سلعة دي لازم ما ننظر لها كشيء مهين يعني إحنا عشنا سنين وإحنا هذا الحيبية على قولتنا إحنا نسويها بروحنا يعني الحين لا لازم تشتريها لازم ندفع 5 روبيات حق تشتريها حق أولادك زهاي تراث مو تراث أمه هذا يعني صحي بسيطة لكن هو تراث أمه صار سلعة اليوم يعني وقس على ذلك في كل شيء يعني فإحنا لازم ما نخاف يعني أنا حتى أخوان الأدباء أقول لهم يا جماعة أنتم كيف بتعلمون الناس الاحترام الثقافة إذا أنت تسوي لك ترشين كتاب وكتاب أنت دافع فيه 380 دينار 1000 نسخة أو أكثر يا أخي بيع ليش يعني لا متجاون والناس تحتقر الثقافة كذي أصلا بينما أنت لو قلت يا جماعة أنا كريم رضي دش ديوان الليلة وحط دينار سعره
ويخلي مثلا 50 دينار مثلا جمعية السكلر مثلا. يعني قصدي احنا لازم نعلم الناس ان تحترم الثقافة ايضا. الناس في اوروبا تدش المسرحيات بفلوس، تدش السيمفونيات الكبيرة بفلوس، تدفع بيزات الناس. ليش يعني أنا لازم أسوي مسرحية بلاش أسوي؟ أنا صراحة واجد عجبني درين الإخوان اللي سووا مسرحيات في مصلى العيد أو في غيره، وأخذوا دينارين وثلاثة، أو في أيضا فرقة الميامي عندنا في توبلي أخذوا نادي طيران الخليج، عرضوا لثلاثة أيام وكل يوم فل وفلوس، ومرة عرضوا في صالة أبو شهري. بالعكس هاي مو غلط، إحنا لازم نعلم الناس أن الفن والثقافة هي أيضا مثل ما هو رح يدفع حق يشتري موبايل 150 دينار ويشتري، ليش يعني ما يدفع دينارين حق ليش مسرحية؟ ليش ما يدفع مثلا حق يشوف؟ إذا علمنا الناس شيء، ناس يقول هذا امتهان للثقافة، أنا أقول بالعكس هذا يعلم الناس أن الثقافة شيء إلى يعني قيمته ولا تقديره. يعني في حال أن الداخل يعني مسألة بس تعليق سريع، مسألة الغموض والجدلية الغموض في العطاء الفني، أتصور أن الغموض مفهومة وبقدر ما تكون قادراً على إشراك المستمع في صياغة النص. صحيح. فكرة الغموض مو أن أنا أستعرض عضلاتي من أجل أن أقول للمستمع أن أنا أقدر أقول الشيء اللي أنت ما تقدر تفهمه. فكرة الغموض أن يكون هناك أكثر من فرصة لأكثر من فكرة أن تدخل بحسب طبيعتك بحسب تجربتك تدخل فيها. وهذه من ضمن يعني في أفكار القصة في اليوم، القصة المتطورة، القصة الحديثة، هي القصة التي لا تنتهي بانتهاء جميع أحداثها، من أجل أن تترك فرصة لقارئ الرواية أو متابع المسلسل أو غيره أنه يخترع التكملة من عنده فتجعله شريكاً معه. أما الغموض الذي يتحول إلى حالة فوقية فهذا مشكلة، ولهذا إحنا نتكلم عن السهل الممتنع. حتى سواء ضربت مثال بعنترة أو متنبي أو غيره، صحيح أنهم نصوصهم كانت معقدة، ولكن في ذلك الزمن كانت أقرب إلى المجتمع من المسافة الزمنية بيننا وبينهم. الإثارة الثانية أعتقد أن من أهم الفنون الأدبية، وأعتقد أشطر ناس فيها المصريين، الفن الأدبي السياسي الساخر اللي يصل إلى القلب ويوصل الرسالة بسرعة، سواء تجربة جلال في مصر أو تجربة أحمد مطر أو تجربة مثلا باسم يوسف التي تعتبر اليوم حسب بعض القراءات أنها من ضمن أهم الأسباب في التأثير على شعبية مرسي هو استهداف باسم يوسف إليه باعتبار هذه الملايين للتابعة. أعتقد أن نحن فقراء في استخدام هذا الأدب، يعني الأدب السياسي الساخر قادر على التوجيه، قادر على التأثير، قادر على خلق التفاعل، لأن الإنسان وقت الذي يبتسم يكون قادر على استقبال الكثير من الأفكار من حيث يعلم أو لا يعلم. مو فكرة يعني تجهيل، ولكن فكرة استثمار للعاطفة. فأعتقد أن نحن بحاجة إلى إعادة التفكير في استخدام الأدب السياسي الساخر. والبلاغة في أحد علماء اللغة قال بأن البلاغة هي مو أن أنا أجيب صورة وتشبيه واستعارة، بلاغة بأن أنا ما أستعمل جهد كبير في إيصال الفكرة، وأنا أستعمل جهد بسيط في صار الفكرة هي للجميع. أنا بجيب مثال سريع، يعني أبسط مثال على الكلام اللي تقوله اللي هي البساطة مع العمق في نفس الوقت، هي التصاميم. التصاميم على فكرة درس كبير جدا، يعني أنا أعرف شباب يشتغلون على التصميم، من أفضل الدروس ممكن تقدر تعلمنا الشعر أفضل من الشعر نفسه. يعني التصميم الحين يسوون لك مسابقة مثلا، سووا لنا تصميم حق جمعية أو حق واحد، يقوم يدبح روحه ويسوي زخرفه فوق وتحت ولا يفوز، ويجيك واحد يسوي بس خط وشغل مني ومني بس فخلنا يعني هو يعني مثل ما قال أستاذ حسين، يعني هي القصيدة كذي، خلنا نعتبرها أن القصيدة تصميم، لكن تصميم لغوي، هذاك تصميم صوري زين، فهي تصميم يعني، فلازم تتقدم البساطة والعمق في طبق واحد يعني مع بعض. موجود أي مداخلة؟ ذكر سنة من السنوات أحد الشعراء وصلت به إلى الحد، يعني كان في احتفال وطني وصلت به إلى الحد أنه يقول لي كعبة الله عز وجل لهالحد، يعني هل يعني معناته هذا يستقبل القبلة يستقبل
هل قبل اللي عندي الاتهام ذيك لهالحد وصلت يعني على حساب وش على حساب الفلوس صحيح بس طبعا هو عموما هم العرب عندهم ده شيء قديم هذا لما فاز ابو العباس السفاح بالدوله العباسيه فجاء واحد بينه وبين الامويين ثارات من قبل يعني ما ادري ايش صار بينه وبينهم فشاف الامويين كلهم متحلقين حول ابو العباس السفاح فقال اضرب فانت الواحد القهار وما شئت لا ما شاءت الاقدار اضرب فانت الواحد القهار فعلى طول لك سمع كلامه جابهم كلهم قطع رؤوسهم وحطهم تحت هذا فيعني من قديم العرب عندهم ذا السالفه وانا اتفق يا الاستاذ حسين انه يعني مو بس المديح السياسي حتى المديح الديني لازم يكون بقدر يعني انا اقول لك مثال انت اذا صورت للامام علي بهذه الطريقه الخارقه زين هل هذا قرب للمستمع لو يبعده يعني هل اذا صورته بطريقه انه فوق البشر فوق كل مثلا زين هل هذا يخلي الامام اقرب للانسان او ابعد لازم تسال نفسك انت السؤال انت وظيفتك تقرب الممدوح للناس او تبعد عنهم او وظيفتك تحط حواجز يعني افضل صفات الانبياء ان انا الا بشر مثلكم هاي قمه افضل صفه للنبي انه بشر قبل كل الصفات ان انا الا بشر مثلكم النبي محمد صلى الله عليه واله يقول من مثلي او من اكثر مني عبوديه وكل العالم تقول في اليوم عبده ورسوله فمن اكثر عبوديه فانت محتاج توصل الى معالي بهالبساطه يعني كان يقول لك لما سال معاويه صف لنا عليا ما قال كالشمس قال كان فينا كاحدنا يدنينا اذا ابتعدنا عنه ويسال عنا اذا غبنا هذا يعني بهالبساطه هذه يعني فانت مو وظيفتك كشاعر ان تحط حواجز من الجماليات بينك بين بين الامام وبين فاتفق مع الاخ حسين ليس فقط في مديح انا اعتقد ان المديح الانسان ايا كان سواء كان انسانا مقدسا او انسانا عاديا بهذه الطريقه التي تبالغ في الصور انت ما تمدح بالعكس انت قاعد تقول للناس ان انتم وينكم وين هذا انتم يعني باختصار انتم ما لكم شغل بهذا الرمز هذا فهذا الشيء طبعا احنا لازم نتعلمه مو بس حتى لما نكتب عن زعمائنا الحاليين يعني حتى لما نكتب عن اي زعيم سياسي يعيش يانا لا نعطي من المديح والهاله ما يجعل انسان بعيد عن الناس بالعكس احنا لازم نمدحه بطريقه تخليه قريب للناس يعني بالختام دعمنا الوقت نشكر الشاعر كريم رضي على قبول هذه الدعوة والذي شرفنا وأثرى هذه الجلسة ونشكركم على هذا الحضور وحمد الله على شيء أنه يدل على تمسككم بقضية المجتمع البحريني وفي الأخير اقتبست هذا البيت بس بلادي صبرا فالليالي مصيرها إلى الفجر مهما طال ليل يعمم إلى الشاعر كريم رضي إلى اللقاء في الأسبوع القادم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين الله يوفقكم شكرا